السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم، أخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في سلسلة التنظيفات وفي سلسلة المنظفات، أنا شغالة في الشقة حاجة حاجة، قلنا كل حاجة على حدة. امبارح عملنا الكاتل وعملنا الخلاط الكهربائي وعملناه ازاي يا جماعة. جبنا الكاتل وكاتل المية بتغلي، حطينا معلقة ملح ليمون ومعلقة بيكربونات الصوديوم، تمام. انتوا كنتوا معايا، حابة اعرفكوا على غسالتي. انا عارفة انها مش نظيفة اهي، عشان كل حاجة تبقى قدامكوا. انا كنت بغسل وبعمل معاكم سلسلة الايه، المنظفات، تمام. الفترة دي كنت انا متغيبة عنكم وشرحتلكوا. طبعا حابة النهاردة اكمل معاكم بقية الفيديو بتاعي. بصوا يا حبايب قلبي، انا دي بقيتها من امبارح اهي، دي ملح ليمون على معلقة بيكربونات الصوديوم. هتعملي ايه حسناء؟ اهي يا حبايب قلبي، هنعمل الخطوة دي بس كده، نستبعدها وننضفها اهي. اهي بصوا، اهي نطفت ولا لأ؟ نطفت اكيد طبعا. وهنجيب قماشة وننشفها ونخليها تلالي كده، ماشي يا حبايب قلبي، من بره ومن جوه ان شاء الله كده اهي، من بره ومن جوه، تمام. طبعا بس انا هكمل انا مع نفسي، بس لسه بقيت الوصفة بتاعتي ليها طريقة. طبعا انا الغسالة ظلمتها الفترة اللي فاتت، خدتها تك تك على طول. بصوا التراب، بصوا واضح ليكوا على فكرة. بصوا انا كنت بغسل ستاير صراحة، بصوا ايه، انا كنت بغسل ستاير، يعني ما كنتش بقى انا غاسله ستاير وغاسله حاجات كتيره. تابعوا بس الايه، الفيديوهات من ورا بعضها. بصوا اهي، بصوا اهي، يا رب يكون واضح ليكم. كل ده انا هنضفه بقى ان شاء الله. بس قبل اي حاجه، تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناه علشان خاطر يصلك كل جديد يا روح قلبي. هتعملي ايه حسناء؟ انا طب انا مع نفسي بقى، انا عارفه ان انا هبقى مع نفسي انا، وهنضف زي ما انتم شايفين كل حاجه، تمام. معانا يا حبايب قلبي الوصفه بتاعتي ان شاء الله، كوبايه خل، كوبايه خل اهي، هحطها بقى في درج الدرج هنا، اتعمد احطها في الدرج. انا ماسكه الموبايل بايدي، ماشي اهي يا حبايب قلبي، تمام اهي، حطيت كوباية الخل زي ما انتوا شايفين كده. وهتعملي ايه يا حسناء؟ هغسل الغسالة بتاعتي واعمل لها برنامج. طبعا انتوا عارفين هي مبتشتغلش الا كده، هتملى دلوقتي وبعد كده سيبها علشان ارجع لكم تاني. اهي خلاص كده تشتغل بقى، وشوفوا الخل هيطلع كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي. بصوا الغسالة انا ظلمتها يا جماعه، الستاير وفرش 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 وفرش، بصراحه طلعت عين ريحه الخل طلعت اهي. هقفل بقى عليها، تمام، هرجع لها بالظبط بعد 41 دقيقه واوريكم شكلها عامل ازاي، واكون نظفتها كمان من بره، وعلى ما هي تخلص كمان تكون نظفت نفسها من جوه. خلاص يا حبايب قلبي، يبقى الوصفه بتاعتي عباره عن هنا ملح ليمون معلقه، وبيكربونات الصوديوم معلقه، وقلبتهم زي ما انتوا شفتوا في الكاتل، ولما هيت شويه بدات استعملها، تمام. ووصفتي حطيت في درج الغساله كوبايه خل وهي تشتغل مع نفسها. حبايب قلبي في الله، دعوه حلوه ما تنسونيش بيها، وحمله التنظيفات دي كلها عشان يبقى بالصوت والصوره، فضلا وليس امر، شير الفيديو عشان الكل يستفيد، وجعلها صدقه جاريه على حسناء. دعوه منكم، احبكم في الله، حرمش منكم يا رب. نرجع بعد ما الدوره تخلص، نرجع نشوف هتعمل ايه. احبكم كتير كتير كتير، يلا بينا. طيب قلبي الغساله فصلت اهيت، معلش انا ما لحقتهاش بردك، خلاص مفيش وقت متبقي ولا حاجه. بصوا بقى نظفتها من بره اهي، طبعا انتوا كنتوا شايفينها، الله المستعان. يعني صراحه كنت سايباها خالص، طبعا انا كنت عامله تنظيفات وعامله حوارات عليها، كتر الف خيرها بردك، تعبت معايا. انا نظفتها يا جماعه والله، ولمعتها خالص على قد ما قدرت، تمام. طبعا انت ايدك في الغساله بتاعتك على طول علشان تعيش، وعشان لا قدر الله ما يجيلهاش برومه والحاجات دي في الغسالات الاوتوماتيك.
انا غسلت الحمد لله، مش جسمها مش ان شاء الله ما فيهوش برومه لانها بلاستيك. تمام حبايب قلبي، انا نظفتها اهو، اوريها لكم اهي حبايب قلبي. بصوا النظافه بقى كانت بصراحه الله المستعان، كانت بصراحه الله المستعان. انتوا بقى شايفينها في الاول الفيديو، ودلوقتي انا وريتها لكم اهو. ملح ليمون بينظف والبيكربونات بينظف، ويا سلام على دورة الخل بقى. مش هقول لكم بقى الكيس بتاع الغسالة، مش هقول لكم اكيد فيه ايه. طبعا كلكم عارفين بتشيلوا الكيس ازاي، واللي عنده غسالة اوتوماتيك بيطلع منها ازاي. حبايب قلبي، يا رب تكون المعلومة كانت سلسة وبسيطة، مش محتاجة منكم غير دعوة حلوة فضلا وليس امر. بالله عليكم اجعلوها صدقة جارية عليا، وسيبولي كومنت من ذوقكم بدعوة حلوة، واعملوا لايك وشير الفيديو علشان الكل يستفيد. في رعاية الله اسيبكم، وان شاء الله دايما مع بعض في كل مرة بفيديو جديد بمعلومة جديدة. بحبكم كتير كتير وهتوحشوني. وانا بقى الله المستعان مش عايزة اقول لكم الشقة عاملة ازاي. ان شاء الله هتخلص باذن رب العالمين، وهنزلها فيديو وهيعجبكم. في رعاية الله يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.